مايك تاني بقى، عامل لك مفاجأة. اتفضل قول ايه هي المفاجأة. ايه هي؟ هتسأل استاذ محمد يحيى بنفسك. ايه؟ هتسأل استاذ محمد يحيى بنفسك. ايه المفاجأة؟ ما ده المذيع الشاطر بقى اللي انا هواجهك دلوقتي. اخترع سؤال دلوقتي حالا. ايه المفاجأة؟ بص محمد يحيى استناك اهو ومستني منك السؤال. هو بيقول لك سألني سؤال. اتفضل اسأل حضرتك سؤال. ايوه جميل. ليه حضرتك كل ما بنتعامل مع الفئة ذو قيادة بتلاقيها بتواضع وببساطة اكتر؟ حلو السؤال ده. بيقول لك دايما احنا بنتعامل معاكم بتواضع، يعني بنشوف منكم التواضع وبنشوف منكم البساطة. وليه ما نبقاش متواضع يعني؟ لا هو الطبيعي انك تبقى متواضع، طبيعي. زي ما انت بتحب بلدك احنا بنحب بلدنا، زي ما انت عايز ترفع اسم بلدك انا عايز اشوفك رافع اسم بلدنا. فانا هنا عشان انا اعمل لك سيرفيس. انا شغلتي كشركة رياضية ان انت تبقى عندك المناخ الملائم ليك ان انت ترفع اسم مصر. فكل ما انت مستريح انا نجحت، فنجاحي هو من راحتك. فلازم ابقى متواضع، لازم، لان يا اخي كلنا متواضعين جدا. يعني سيبك من شغلتنا ان احنا في الباك، يعني احنا دايما انت اللي في الواجهه، انت اللي في، انت مش كرياضتك، ككل الرياضات. لما يعني منتخب مصر بتاع الكوره يكسب احنا بنفرح بورا، مش بنفرح احنا، مش احنا اللي بنلعب، بس احنا بنؤهله ان هو يكسب. الهاندبول نفس الموضوع، انتوا نفس الموضوع، احنا بنفرح بيكوا. احنا يعني خلاص عملنا، بنعمل ده دورنا دلوقتي. انتوا الشباب اللي شايل، جايز بعد كده تبقوا مكاننا. عارف محمد، بدون مقاطعه بس بحس كمان انه هو انتصار ليك كشركه لما هم بينجحوا، يعني هم خدوا الميداليه او نجحوا في منافسه معينه. طب انت كده خلاص. انا ايام الاولمبياد كنت بقفل التليفون، ايوه، محدش يتكلم معايا في كل الماتشات، وقاعد بتفرج على ماتش. انا فاكر الماتش بتاعه. فاكره وفاكر ده. لا وانا يعني مش عايز اقول لك الرياكشنز عامله ازاي، اللي هو في ماتش كوره شغال اي حاجه. اللي هو اي ماتش رياكشنز بقى، اللي هي يعني متعصب وبيتزعل الحكام. لا لا بتضايق الحكام قوي. الحمد لله بتضايق الحكام. لا مش الحكام هناك بقى. يعني ايه اللعبه اللي انت بتتفرج عليها في الاولمبيات اللي فاتت دي بدات تفهم القوانين بتاعتها من كتر ما انت ركزت معاها؟ هاندبول. اللي ايه؟ الهاندبول. الهاندبول قعدت تركز معاها قوي بقى. كان عندي مشكله في السته والتسعه وتشوط منين. دي بتتكلم على الخطط الفنيه كمان. يعني مش هاندبول، طرق اللعب. هاندبول رياضه سريعه جدا، قويه جدا، عنيفه جدا، شباب زي الفل. سريعة. الكرة كلنا عارفينها باي ديفولت، فانت من وانت صغير عارف الكوردر طبعا، والاوفسايد لو انت جامد قوي هتعرفه. لكن الهاندبول الرياضات دي الشيش. الشيش، ها، سلاح الشيش. اول بطوله عالم عملناها قعدت جنب رئيس الاتحاد اقول له وقعدت تقول هو اللي لمس الاول. صح. الجودو. الجودو لا لا، في رياضات كلها. والمصارعه طبعا. المصارعه لا يعني عارفها. هو بيقول لك عارف المصارعه، وبيقول لك اللعبة اللي لسه بيستكشفها، عارفها يعني. وكتف، وعارف كل، عارف المصارعه. تقلقش. رفع الاثقال ما فيش، رفع تمام، ما رفعش. وقعت تمام خلاص. سهله دي. دي سهله. هترفع وزنك سهله، رجلك تمام. مش سهله كلعبه، سهله في قوار يعني. سهله ان احنا نتفرج. لا ان احنا نتفرج مش نلعبها. سهله نتفرج عليها مش نلعبها. طيب